السلام عليكم. اليوم لدينا درس في الرياضيات، ضرب الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية. بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، لنبدأ. إذن أهداف الدرس: التمكن من حساب جداء عددين صحيحين طبيعيين أو عشريين باستخدام تقنية الضرب. ثم توظيف بعض خاصيات الضرب في حساب جداءات ذات طبيعة خاصة. وتطبيق قواعد الحساب الدهني للضرب في عشرة وفي مئة وفي ألف وفي صفر فاصلة واحد والضرب في صفر فاصلة صفر واحد والضرب في صفر فاصلة صفر صفر واحد. لنستمر. إذن حساب دهني: أحسب بسرعة، انتبهوا، 18 زائد 19 تساوي كم؟ فكروا. نعم، تساوي 37. لنمر مرة أخرى: 18 زائد 80 تساوي، نعم، 98. أحسنتم. نستمر: 18 زائد 252 تساوي، نعم، كم؟ 270. أحسنتم. لنستمر الآن: أحسب بطريقتين مختلفتين مساحة المستطيل ABCD. نعم، كيف؟ إذن الطريقة الأولى، لاحظوا، أولا سوف نحسب مساحة المستطيل الأزرق هكذا: 62.5 في 10.8 زائد مساحة المستطيل الأصفر وهي 62.5 ضرب 22.7. نعم، نستمر. إذن ننجز العمليات، سوف ننجز العمليتين معا. نعم، لاحظوا، 10.8 في 62.5. إذن سوف نقوم بوضع العملية. انتبهوا جيدا، دائما يجب كتابة رقم الوحدات تحت رقم مع رقم الوحدات، ورقم العشرات مع رقم العشرات، ورقم المئات مع رقم المئات، ثم الفاصلة مع الفاصلة، و الأعشار مع الأعشار. إذن هكذا نستمر، ننجز العملية. إذن نبدأ: 8 ضرب 5 تساوي 40. كيف أكتبها؟ أكتب الصفر وأحتفظ بأربعة. أكتب الصفر وأحتفظ بأربعة. لاحظوا، لنستمر. ثم 2 في 8 تساوي 16 زائد 4 تساوي 20. إذن أشطب على الاحتفاظ وأكتب الصفر وأحتفظ بإثنان. لنستمر: 8 في 6 تساوي 48 زائد 2 تساوي 50. إذن أشطب على الإكس احتفاظ 2 وأكتب 50. الآن لنستمر، نضع نقطة
ثم أبدأ بالضرب صفر في خمسة. صفر في خمسة يساوي صفر. ثم صفر في اثنان يساوي صفر. وصفر في ستة يساوي صفر. الآن أضع نقطتان وأبدأ. واحد في خمسة يساوي خمسة. واحد في خمسة يساوي خمسة. وواحد في اثنان يساوي اثنان. ثم واحد في ستة. واحد في ستة يساوي ستة. الآن أقوم بجمع هكذا. صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر. ثم صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفر. ثم صفر زائد صفر زائد خمسة يساوي خمسة. وخمسة زائد صفر زائد اثنان تساوي سبعة. وهنا لا شيء، يعني صفر زائد ستة يساوي ستة. أحسنتم، لنستمر. نضع الفاصلة كيف؟ لاحظوا في الأعلى لدينا فاصلة هنا رقم واحد، وفي العدد الثاني الفاصلة هنا رقم واحد، إذا لدينا رقمان بعد الفاصلة. في الجداء أقوم بالعد واحد اثنان وأضع الفاصلة، رقمين وأضع الفاصلة، لنستمر. لاحظوا الوضع الأفقي، الوضع الأفقي لعملية الضرب. إذا نكتب 62 62.5 ضرب 10.8 يساوي 675. حسنا سأعيد، 675. حسنا، إذا تابعوا هذا نسميه بالعامل الأول، وعشرة فاصلة ثمانية العامل الثاني، وستمائة وخمسة وسبعون الجداء. لنستمر. الآن سوف نضع العملية الثانية، 22.7 ضرب 62.5. لاحظوا، إذا أضع العملية جيدا، أكتبها جيدا، ثم لنبدأ. 7 ضرب في 5 تساوي 35. أكتب 5 وأحتفظ بثلاثة هكذا. نعم، 7 في 2 14 زائد 3 17. أكتب أولا، أشطب على الاحتفاظ، أكتب 7 وأحتفظ بواحد. ثم نستمر. 7 في 6 تساوي 42 زائد 1 هي 43. هكذا أكتب 43 وأشطب على الاحتفاظ 1. لنستمر. إذن أضع نقطة. الآن 2 في 5 تساوي 10. أكتب 0 وأحتفظ بواحد. نعم، 2 في 2 تساوي 4 زائد 1 5. أشطب على الاحتفاظ. ثم 2 في 6 تساوي 12. أضع نقطتان. واثنان في خمسة 10. أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 2 في 2 دائما 4 وواحد 5. 2 في 2 4 1 5. الآن 2 في 6 12. الآن أقوم بالجمع. 5
سبعة ثمانية أربعة زائد اثنان زائد خمسة تساوي 11. 11 أكتب واحد وأحتفظ بواحد، وواحد زائد واحد زائد اثنان أربعة، وهنا واحد. إذن حصلت الآن أضع الفاصلة، كم رقما بعد الفاصلة؟ لاحظ في الأعلى لدينا رقم وفي الأسفل لدينا رقم، إذن رقمان، إذن واحد اثنان وأضع الفاصلة. إذن أقرأ العدد 1418.75. نستمر. إذن لاحظوا الوضع الأفقي للعملية هكذا، إذن هناك وضع عمودي وهناك وضع أفقي. الوضع الأفقي نكتبه هكذا. الآن مساحة المستطيل، لاحظوا أقوم بالجمع 675 زائد 1418.75 تساوي 2093.75 سنتيمتر مربع. لنستمر. الآن الطريقة الثانية، لاحظوا كيف سنقوم بها. انتبهوا، الآن سوف أحسب مساحة المستطيل بأكمله هكذا. إذن لدينا الطول هو 62.5 والعرض 33.5. إذن أقوم بالعملية هكذا، سوف نضع العملية. لاحظوا خمسة في خمسة 25، أكتب خمسة وأحتفظ باثنان. خمسة في اثنان 10 زائد اثنان 12، إذن أكتب اثنان وأحتفظ بواحد. خمسة في ستة 30 زائد واحد 31. استمر، أضع النقطة. 3 في 5 15، أكتب 5 وأحتفظ بواحد. و 3 في 2 6 زائد 1 7. 3 في 6 18، أكتبها هنا وأضع نقطتان وأكتب 3 في 5 15، أكتب 5 وأحتفظ بواحد. 3 في 2 6 زائد 1 7. 3 في 6 تساوي 18. الآن أقوم بعملية الجمع. إذن 5 زائد 0 زائد 0 تساوي 5، واثنان زائد خمسة تساوي سبعة، واحد زائد سبعة زائد خمسة تساوي 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد. واحد زائد 3 زائد 8 زائد 7 تساوي 19، أكتب 9 وأحتفظ بواحد. واحد زائد 1 زائد 8 تساوي 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد، وواحد زائد واحد يساوي 2. إذن لدينا، أضع الآن الفاصلة، أحسب كم رقما لدينا بعد الفاصلة. لدينا رقمان، إذن واحد اثنان، أضع الفاصلة وحصلت على العدد 2093.75. لنستمر. إذن بالطريقة الثانية مساحة المستطيل هي
أقوم به ضرب 62.5 في مجموع 22.7 زائد 10.8 تساوي 2093.75 سنتيمتر مربع. وانتبهوا في الطريقة الأولى حصلنا على نفس النتيجة. إذن حصلنا على نفس النتيجة. لنستمر الآن، سوف نتمم الجدول. لاحظوا إذن 10 في 5 تساوي 50، 10 في 13 تساوي 130، 130. الآن 10 في 19.5 تساوي، نعم كم؟ 195. الآن 10 في 20 تساوي 200. ثم 10 في، انتبهوا جيدا أثناء عندما نضرب الضرب في 10، ماذا نفعل؟ بالنسبة لي عدد طبيعي نضيف 0، وبالنسبة لي عدد عشري الفاصلة نحركها برتبة أو رتبتين أو أكثر إلى اليمين. لاحظوا هنا أضفنا 0، وفي 0.75 الفاصلة سوف نحركها برتبة واحدة هكذا، ونحصل على في الضرب في، تصبح لدينا 10 في 0.75 تساوي 7.5. إذن الفاصلة تم تحريكها برتبة نحو اليمين. الآن 10 في 0.1 تساوي 1، الفاصلة تم تحريكها برتبة واحدة. 10 في 0.01 تساوي 0.1، دائما الفاصلة تم تحريكها برتبة واحدة. و10 في 0.001 تساوي 0.01، إذن الفاصلة تم تحريكها برتبة واحدة. الآن سنمر الضرب في 100. إذن بالنسبة لعدد طبيعي نضيف الأصفار هكذا، 100 ضرب 5 تساوي 500. مئة ضرب 13 في 13 تساوي 1300. ولاحظوا الآن بالنسبة لعدد طبيعي، عدد عشري، لاحظوا سوف الفاصلة سوف نحركها برتبتين، ويصبح لدينا، انتبهوا بالنسبة ل 19.5 تعلمون بأنها تساوي 19.5 تساوي 19.50 تساوي 19.500. إذن الضرب في 100، أحرك الفاصلة برتبتين وأحصل على 1950. الآن 100 في 20، 200، عفوا 2000، أضيف 0.0 وتصبح لدينا 2000. لنستمر الآن 100 في 0.75، إذن الفاصلة سوف أنتقل بالفاصلة إلى اليمين برتبتين إلى اليمين فتصبح لدي 75، نعم. ومئة في 0.1، 100 في 0.1 تساوي 10، ثم 100 في 0.01 أحرك الفاصلة برتبتين وأحصل على 1، والآن 100 في 0.001 أحرك الفاصلة برتبتين وأحصل على 0.1. أحسنتم، لنستمر. الآن 1000 في
5 إذا أضيف 3 أصفار فتصبح لدي 5000 هكذا. في 13 تصبح 13 13000. هنا 19500. لاحظوا نعم الآن 57 في 5 إذن أقوم بوضع العملية وأحصل على 285. لنستمر 57 في 13 741. لنستمر الآن لاحظوا عندما 57 ضرب 0.01 كيف؟ لاحظوا أعلم بأن 57 تساوي 0.757 وتساوي 0.057. إذن عندما أضرب في 0.1 الفاصلة أحركها برتبة نحو اليسار، وعندما أضرب في 0.01 الفاصلة أحركها نحو اليسار برتبتين، فتصبح لدي 0.75 و 0.0557. لنستمر لاحظوا نفس الشيء نعم هكذا. إذن لنلخص عندما نضرب في 10 أو 100 أو 1000 إذن أضيف الأصفار على اليمين، وعندما أضيف الأصفار بالنسبة لعدد طبيعي وأحرك بالنسبة لعدد عشري الفاصلة تنتقل برتبتين أو أكثر نحو اليمين. والآن عند الضرب في 0.1 أو 0.01 الفاصلة تنتقل برتبة أو أكثر نحو اليسار. دعنا نستمر. الآن سوف أستخدم الجداء لحساب ميل. لاحظوا أ تساوي 754 في 12 في 10 إذن تساوي، لاحظوا ماذا سأفعل، أعوض الجداء ب 9048 ضرب 10 إذن أضيف صفر على اليمين هكذا وأحصل على 90480. لاحظوا ب تساوي هنا 754 في 10000 في 12 تساوي، لاحظوا ماذا سأفعل، سوف أغير ترتيب الأعداد، سوف أغير ترتيب الأعداد هكذا وأعوض أستعمل هذا الجداء وأحصل على 9048 ضرب 10000 تساوي 90 مليون و480 ألف. لنستمر جداء آخر. لاحظوا هنا لدينا 120 سوف أفككها وأحصل على 754 في 12 في 10 هكذا. إذن النتيجة سنمر إلى د هنا 7540 سوف أفككها وتصبح النتيجة 754 في 10 في 12 وأغير الترتيب لأحصل على هذه النتيجة. لاحظوا
90,480. لنستمر، لاحظوا هنا. إذن لاحظ، ثمن 1 كيلوغرام من الدجاج، ثم أحسب ما يلي. سوف نكتب داخل الجدول. إذن 23.9 ضرب 1.2 تساوي 28.68، يعني بأن ثمن 1.2 كيلوغرام هو 28.68. لنستمر، ثمن 2.5 كيلوغرام من الدجاج هو 59.75، وهكذا بالنسبة لصفر فاصلة ثمانية 19.12، وبالنسبة ل600 هي 14,340. انتهى درسنا اليوم، إلى اللقاء.